ناخذ مثال بسيط على partial fraction expansion. partial fraction expansion لو عندي ناخذ مثال بسيط. خليني اخذ حالة الريبيتد بول. خليني اخذ الريبيتد بول. S سكوير F of S تساوي S سكوير زائد 2S زائد 3 على S plus 1. بهاي الحالة كيف بدي أحلل هذا الـ partial fractions؟ كم ترم لازم يطلع معي؟ 3 terms مش هيك؟ هذا لو رسمته على الـ S domain ايش بيطلع معي؟ كم بول عندي هون؟ 3 بولز. 3 بولز وين موجودين؟ سالب واحد. سالب واحد في الليفت هاند سايد مضبوط لانهم ثلاثه وجايين الثلاثه فوق بعض كلهم وفي عندي هون زيروز طبعا حسب تحديدنا. هلا هذه راح احددها تتحلل ل 3 تيرز راح تساوي A على S بلس 1 زائد B على S بلس 1 تربيع زائد C على S بلس 1 تربيع. ما بنفع اني اعمل A على S بلس 1 زائد B على S بلس 1 زائد 3 على S بلس 1 ما بزبطش معي. لانه بيطلع معي A زائد B زائد C بتساوي تيرمز فيها S. وهي المعادلة لازم تكون صحيحة لكل الـ values of S، يعني لازم تكون دقيقين. هذه 3 equation يعني لأي value of S لازم تكون هذه صحيحة، مش لـ value محدد من S. أي value من S بعوضه هون لازم تكون هذه العلاقة بين الطرفين صحيحة. إذا شو ممكن أعمل الآن؟ بضرب الطرفين في S بلس 1 كيوب، بضرب الطرف هذا والطرف هذا في S بلس 1 كيوب. لما بضرب الطرف هذا في S بلس 1 كيوب ايش بضل عندي فوق؟ بضل S سكوير زائد 2S زائد 3 تساوي. لما بضرب الطرف الثاني في S بلس 1 كيوب ايش بصير عندي هون؟ S بلس 1 كيوب على S بلس 1 شو بتعطيني؟ سكوير. S بلس 1 سكوير مضروبة في A زائد S بلس 1 كيوب مقسوم على S بلس 1 سكوير شو بتعطيني؟ S بلس 1 في B وهي رح يضل عندي بس سي. ايش اسهل طريقة؟ هاي ما دامها صحيحة لكل القيم S معناها أي قيمة من S بتحب تعوضها عوضها. لازم تكون معادلة صحيحة، واضح؟ هاي مش إيكويشن في قيمة واحدة لـ S بتحققها. هذه أيدنتيتي. هاي لازم تكون مساوية لهي لأي قيمة من S. ايش في قيمة لـ S جيدة بسرعة بتعطيني جواب؟ ماينس 1. بتعوض هلا سيت S إيكوالز ماينس 1 بصير عندي هذا الترم كله بروح وهذا الترم كله بروح، بضل عندي على هاي الجهة C identical to S minus 1 minus 1 تربيع رح تعطيني 1 ناقص 2 زائد 3. إذا S شو بتساوي؟ زيرو. زائد 3 و1 4 ناقص 2 بتعطيني 2. هي أول قيمة طلعت معها. شو بعمل الآن؟ باخذ هاي نفسها برد بشتقها مرة ثانية بالنسبة لـ S. إذا اشتقيت لون هون بالنسبة لـ S، S سكوير بالنسبة لـ S شو بتعطيني؟ 2S زائد 2 زائد 0. هاي identical. رح اشتقها، رح اشتقها اول شيء بالبراكت الكبير فبصير عندي 2 في S بلس 1. بدي اضرب هاي في مشتقتها، ايش هاي مشتقتها بالنسبة لـ S؟ 1 مضروبة في A زائد الثاني هون رح يصير عندي BS زائد B فبتصير هاي مشتقتها بالنسبة لـ S هي B والـ S رح تكون 0. شو ممكن اعوض هون S رقم سريع يعطيني جواب؟ ماينس 1. لما بعمل ماينس 1 هاي كلها بتختفي بصير عندي B تساوي 2 في ماينس 1 بلس 2 رح تعطيني 0 0 اذا هي قيمة هون. برد بنشتق هاي كمان مرة بالنسبة لـ S شو رح تعطيني؟ رح تعطيني 2S رح تصير 2 زائد 0 identical. هون عندي 2S A رح تعطيني 2A زائد 0 اذا A بتساوي 1. اذا هذا الاكسبريشن الاصلي اللي كان موجود هون F of S شو بيساوي؟ بيساوي F of S بيساوي A اللي هي 1 على S plus 1 زائد بعدين عندي C قديش طلعت معنا C؟ 2 على S plus 1 كيوب. ليش احنا عملنا partial؟ ليش احنا بنعمل عادة partial fraction expansion؟ عشان اعمل انفرس لابلاس ترانسفورم. يعني احنا عادة بنشتغل ناخذ من التايم دومين بنعمل لابلاس ترانسفورم، نشتغل في التايم دومين ونضرب الاشياء ببعضها حتى نطلع الجواب، نطلع y of s اللي هي الاوتبوت،
بعدين بدي اطلع واي اوف تي من واي اوف اس، شو بضطر اعمل بالاول؟ بضطر اعمل partial fraction expansion. لما بعمل partial fraction expansion ليش هذا صار اسهل اني اعمل له inverse laplace transform؟ هل هذا سهل اني اعمل له inverse laplace transform؟ كيف بعرف اول شيء هو في الاس دومين؟ مش هيك؟ لانه هذا function of s، function of s ما في t عندي هون. انا بدي احول f of s ل f of t. هل سهل اني احول هذا f of t؟ مش هيك؟ ايش بعمل؟ احنا بنعرف انه الواحد على s plus a هي لابلاس ترانسفورم ل e to the minus a t لواحد. واحد لانه واحد على s، هاي كانها بشكلها واحد على s، بس معمول شيفتنج للs لمقدار قديش؟ a. ايه صارت هذه e to the minus a t، هذا الشكل اللي هو. هلا في عندي كمان شكل، اذا عندي واحد على s هاي هون، طبعا هذه هون ضمنيا مفروض انها مضروبه في u of t. واحد على s سكوير شو بتعطيني؟ t u of t. واحد على s cube بتعطيني نص t square u of t. لاحظوا كمان انه هاي مشتقة هاي شو بتعطيني؟ t u of t. مشتقة هاي شو بتعطيني؟ u of t. ولو اشتقيت u of t شو بتعطيني؟ delta of t. مظبوط. الاشتقاق هون عبارة عن ايش تتحول لهون؟ ضربت في s، لو ضربت هاي في s شو بتعطيني؟ واحد على s square. لو ضربت هاي في s شو بتعطيني؟ واحد على إذا عندي هذا الشكل، هذا الشكل بيشبه أي واحد من هذول، بيشبه هذا، بس إيش فيه بالإضافة؟ شيفت. وهذا الشكل بيشبه مين؟ بيشبه هذا الشكل، بس إيش فيه؟ شيفت. إذا f of t راح تساوي عندنا واحد على s، هذا راح تصير e to the minus a t، بس إيه هم بالحالة هاي إيش؟ واحد. إذا هاي راح تصير e to the minus t. كل شيء مضروب ضمنياً مفهوم إنه مضروب في U of t. عندي هذا واحد على s plus 1 cubed بتشبه واحد على s cubed، إذا هاي رح تتحول لإيش؟ ل t square. بس لأنه في عندي shift رح أضربها كمان في t e to the minus t، رح تنضرب عندي هون في t square. والنص هاي ما حطيتها لأنه هاي مضروبة. هاي الجواب النهائي، هاي اللي هو inverse laplace transform.